أحد نتائج التغيرات المناخية في مصر أو في مصر في مناطق زراعية عموما على مستوى العالم، موضوع إن يكون في زيادة في كثافة بعض الأمراض والآفات أو تحول بعض الآفات الثانوية، بيبقى آفات اسمها ثانوية، في آفات رئيسية على المحاصيل أحيانا بتتحول من إنها تكون ثانوية صغيرة ما تعملش مشاكل لآفات رئيسية، وده حصلت السنين اللي فاتوا في بعض المحاصيل زي الزيتون والحشرة القطنية وزي حتى درة براعم الزيتون وزي بعض الحشرات، حتى التوتا ابسيلوتا أول ما ظهرت ما كانتش حشرة أساسية، دلوقتي بسبب إن الجو مناسب ليها أصبحت حشرة أساسية. المناخ بيعمل لي المشكلة دي، زي لسه مدي مثال دلوقتي إن لو الشتاء بارد زيادة عن اللزوم هيبقى في مشكلة في الصدى الأصفر. ولو الشتاء دافئ مفيش اي مشكله، لدرجه ان في سنين ما بيظهرش بقعه واحده وفي سنين لا قدر الله بيحصل اصابات على مستوى المحافظات بسبب الجو فقط، لا غير، ملوش علاقه لا بالمحصول ولا بالمرض موجود ولا مش موجود، الجو فقط. فطبعا في علاقه قويه ما بين الظروف المناخيه وما بين الجو دي. حلها في ايه؟ حلها حاجه اسمها الانذار المبكر او التنبؤ بالامراض، وده بيقوم بها المركز هنا ان يقدر يدي يقول والله بناء على هذا الجو المناسب ده او المتوقع ده متوقع ان يبقى في مرض زي صلع الاصفر او برد الزغبي او كذا او كذا او كذا على محصول معين في منطقه معينه، فمن دلوقتي خد الاجراءات الوقائيه، يبقى في رش وقائي، قلل الري شويه عشان اقلل الرطوبه ما يزيدش وهكذا. يعني هل في افات وحشرات هتظهر او هتظهر او يعني ظهرت زي مثلا دوده الحشد الخريفيه ديت ابتدت تنتقل لمحافظات اخرى، فهل في حشره او افات حضرتك ممكن تحذر منها خلال الشتاء؟ دوت الحشد زي اسمها دوت الحشد الخريفيه، فهي اوتوماتيك مع بدايه الشتاء بتخش في بيات شتوي، فالحمد لله ما فيش مشكله، ولكن معظم امراض الشتاء هي معظم مشاكل الشتاء هي امراض فطريه وبكتيريه مش حشرات. الحشرات معظم شغلها في الربيع او في الصيف. فهذا الشتاء زي ما قلت لحضرتك كده في احتياطات كبيره من الان، مصائد جرثوميه بتتحط في اماكن معينه متابعه ببرامج التنبؤ ضد الصلع الاصفر على القمح او التبقع السيركسبوري على البنجر او البرد الزغبي على القرعيات او البرد او اللفحه المتاخره على البطاطس الشتوي والطماطم داخل حتى الانفاق او الصوب او التبقع البكتيري على الطماطم. كل الامراض دي امراض جو شتاء بامتياز، على حسب شكل الشتاء بيكون تأثير هذه الأمراض. وفي الغالب إحنا بنتتبع هذه الأمراض وبننزل توصية للناس، خلي بالكم من 1 2 3 4 يجب إجراء الإجراءات الوقائية اللازمة على المزارع أن يلتزم. كان زمان لا يلقى بال وخبرته كانت تكفي أن يزرع، مع تغير المناخ الخبرة لا تفيد تماما، هو عارف كويس أن مش قادر حتى يحدد ميعاد الزراعة اللي هو أقل إجراء اصغر مزارع بيعرفه، مش قادر يحدده. مره يزرع بدري الدنيا تبوظ، مره يزرع متاخر الدنيا تبوظ بسبب الجو، فحتى العمليات الزراعيه البسيطه مش قادر ياخد قرار فيها. ثم بالنا بقى بالعمليات الزراعيه المعقده زي مكافحه الافات وغيره، لازم يسمع، لازم المزارع يسمع ويعرف ان في جهات ومؤسسات والدوله مش سايباه لوحده، الدوله بتساعد على قد الامكانيات المتوفره عندها وبدات تفعل حاجات كتيره جدا من الحاجات اللي كانت معطله الفترات اللي فاتت. يتفضل ان المزارع يستجيب، وهو الحمد لله بدا نوعا ما جزء كبير من المزارعين يستجيبوا لان ما عندهمش اختيارات.